61 جانا امر من بعد عرفنا باللي من عند الجلالي بالخنشير الله يرحمه بالجلالي بالخنشير راكم عارفين باللي قتلوها في الجزائر باللي نديروا لاكراف دو لافان كان الرئيس بن بلا في الحبس ودير لاكراف دو لافان لازم ندعموه ما بديناها لماردي الصباح ما شرناش قهوه الفطور جابوا الفطور ما فطرناش العشاء جابوا العشاء ما تعشيناش لو لوندومان ميركرودي قهوه ما شربناش لو تروازيام جور بداو يسيبوا لوالدينا دي تيليغرام اروحوا لولادكم والدينا ذاك الوقت 58 ذاك الوقت الدراري والدينا ما مش عارفين اش كاين جاو هنا خايفين مخلعاش اش كاين قال الله قريب قال طردونا من تما طردونا حتى بعد الاستقلال عندي ذكريات بزاف نجم نحكي لك وحده باسكو فيو كو جيتي لو غارديان بيو تاع ليكيب تاع لي سيزروقي و انا جوي دو فينال دو كوب دالجيري با عندي خطره درنا ان غريف كون دوفي با فير با حاوزونا من ليسي اي لو جودي اون دوفي جوي ان ماتش ديسيزيف كونتر لو ليسي دو ماسكارا با انا كنت محاوز باسكو درت لا غريف عطيه قال لهم روحوا جيبوه نهضر معاه وندبر راسي انا جابوني قال لي والديك وين راهم قلت له انا والدي عندي شيباني في فرنسا وما قال لي شوف انا ندخلك بصح والله وتخسروا غدوه مع بعسكر غير زدت اضطرت كان جور وقت اخرى هيا وفين تقوت ربحنا الربح كي كان داير جي سوفي لو سيكيام بينالتي تاع لي بينالتي ديسيزيف الحفاظ على الصدقه هو موضوع نلتقي فيه كل سنه في شهر ماي مثل اليوم لكي اولا نرى بعضنا نتذكر شبابنا ثم نجدد اللقاءات هذه وكل سنة هناك موضوع والموضوع اليوم يتزامن مع الذكرى 60 لاستقلال الجزائر وكانت هناك محاضرة في الداخلة وشهادات من الطلبة الذين شاركوا في الثورة